سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فاطمة زهراء مولات البنكة، لاشين ديالي خاصة بأي حاجة عندها علاقة بالأبناك ولي زابليكاسيون ديالهم. أي سؤال عندكم ولا استفسار عنده علاقة بالبنكة تقدروا تخليو ليا في الكومنتر لتحت. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. فيديو جديد مختلف على داكشي اللي مولفه كنحط لكم. ما غاديش نهضروا على عرض ولا اقتطاعات اللي كاينين في شي بنكة، ولكن غنهضروا على الخدمة في البنكة. الناس اللي مهتمين وباغين يخدموا في لابانك، شنو خاصهم يديروا؟ كيفاش يدوزوا لونتروتيا؟ شحال كيشدوا في السالير؟ وكيفاش يقدروا ينميو الخدمه ديالهم؟ هاد الاسئله كاملين غنحاول نجاوب عليهم في هذا الفيديو، بقاو معايا. اول حاجه قبل ما نجاوبوا على هاد الاسئله، خصنا نعرفوا ان البنكه فيها بزاف ديال لي سيرفيس، كاينين اللي كيكونوا في الفرونت اوفيس وكاينين في الباك اوفيس. هاد الفيديو غنهضروا على الوظائف او المهن اللي كاينين في الفرونت اوفيس اللي عندهم صله مباشره مع الزبون واللي كنلقاوهم في الوكالة البنكية. أول حاجة نهضروا على الدبلومات اللي خصهم يكونوا عندك إلا بغيتي تخدم في البنك. البنكة كتقبل الناس اللي عندهم باك بلس 2، باك بلس 3 أو لا باك بلس 5. سواء هاد الدبلوم خديتيه في المعهد، في الكلية أو الجامعة أو مدرسة خاصة. الدومين بحال التجارة، الاقتصاد، الأوديت، الماركتينغ أو لا شي دومين اللي قريب لهاد الشي، أي ما يكونش بعيد بزاف بحال التاريخ أو الجغرافيا. ثاني حاجة نهضر عليها هي كيفاش ندفع لابونك، إما بكونديداتور سبونتاني أو لا إلا كان شي أنونس ديال الغوكروتمون كتدفعو ليها. نهضرو على الطريقة الأولى ديال كونديداتور سبونتاني، كيفاش ندير ليها. غتقدو السيفي ديالكم مزيان وغادي ديرو طلب توظيف، وغادي تمشيو تدخلوا المواقع الانترنت ديال كل بنكة بوحدها. كاينين ابناك اللي غادي تلقاو واحد الايميل اللي منو غادي تصيفطوا السيفي ديالكم ولا تخدموا موتيفاسيون ولا دوموند دو ريكروتمون. كاينين مواقع اخرى اللي ضروري ما تكريو الاسباس ديالكم باش تقدروا تشوفوا اما العروض ولا ديروا الكونديداتور سبونتاني. الا ما بغيتوش هاد الطريقه تقدروا ديروا السيفي ديالكم ولا تخدموا موتيفاسيون وتمشيو تحطوهم في لي سياج ديال ابناك اللي بغيتو نتوما تخدموا فيهم. اما بالنسبه للحاله الثانيه فدائما لي بونك كيديروا دي زانونس ديال ريكروتمون، يعني كل ليله نقدر نبقى ندخل للسيت ديال ابناك ونشوف واش داروا شي ريكروتمون اللي مناسب للبروفيل ديالي. مثلا بيم سي طالبين شارجيت كليونتيل، خصو يكون عنده في الدبلوم يا اما باك بلس 2 ولا باك بلس 3 في الكوميرس ليكونومي ولا الجيستيون، ماشي بالضروره يكون عنده تجربه، يقدر يكون ديبيتون ولا عنده اكسبيريونس. نهضروا دابا على لي بروفيل اللي كيكونوا في الوكالات البنكيه. الا مشيتو لاي اجونس بنكير اغلبيه كتلقاو ثلاثه ديال الناس، تقدروا تلقاو اكثر وتقدروا تلقاو قل، قليله هاد الحالات ولكن اغلبيه كتلقاو ثلاثه ديال الناس. تلقاو الشخص الاول في لاكيس اللي هو الكيسيي او لا شارجي دو كونط او لا شاف دو كاس، كل بنكه وكيف كتسميه. تلقاو كونسيي كوميرسيال او لا شارجي دو كليونتيل. اخر بروفيل هو شاف داجونس او لا ديريكتور داجونس. نهضروا على الكيسيي، الكيسيي يكفي انه يكون عنده باك بلس 2 ولا باك بلس 3، يعني اما اجازه او لا بلومب ديال عامين. بالنسبه لكم غيكون الكيسيي المهمه ديالو سهله، لانكم كتشوفوه كياخد الفلوس مع الناس، كيعطي الناس، كيدير دي روميز دو شيك، الا بغى شي واحد يدوز شي تحويل ولا شي حاجه، يعني خدمه سهله ما فيهاش تعب بزاف. ولكن العكس، لو في انك تستقبل كل نهار اكثر من 100 شخص فهي مساله مستريسيه بزاف وصعيبه، لان باش تتعامل مع هاد الناس وكل واحد والعقليه ديالو والشخصيه ديالو فهي مهنه صعيبه بزاف، وخاصك الصبر وكذلك تعرف كيفاش تجيري ستريس لان فيها ستريس بزاف. بالنسبه للكونسيي كوميرسيال فاغلبيه كيطلبوا باك بلس 5. المستشار البنكي كيكون عنده بزاف ديال لي زاكتيفيتي، يكون عنده واحد لوبجيكتيف انويال، هاد لوبجيكتيف فيه واحد العدد ديال الحسابات اللي خصهم يفتحوهم في العام، كذلك لي برودوي بحال البطاقات او لا بونكا سيرونس تامين لي كريدي. والعمل ديالو ما كيكونش مرتبط فقط بالوكاله بحالو بحال الكيسي، ولكن كيكون عنده عمل في الخارج لانه كيخرج دي رونديفو مع لي كليون ديالو او لا مع دي بروسبي. ديال بروسبي ولا بروسبكسيون كتسمعوها بزاف في الدومين كوميرسيال، والبروسبي هو واحد الشخص اللي الكونسيي كيحاول يقنعو باش يردو كليان ديال البنكة. اخر بروفيل غنهضرو عليه هو مدير الوكالة، واللي يقدر يكون عنده باك بلس 5، باك بلس 2 ولا باك بلس 3. المهم ماشي هو الدبلوم اللي عنده ولكن التجربة، ما قد ما كانت عنده تجربة كبيرة في الدومين سورتو بنكير، وخا ما تكونش عنده مثلا عنده غير باك بلس 2 يقدر يكون مدير. ضروري حتى هو يكون كوميرسيال
ونقدروا نقولوا انه كيكون كيتعامل مع لي كليون دوت غام من جهه، وكذلك هو الرابط بين الوكاله والاداره المركزيه. هو المانجر اللي كيكون مع الكونسيي ومع الكيسي باش يحددوا لي زوبجيكتيف مثلا ديال الوكاله، يشوفوا فين وصل لافونسمون ديال الوكاله، واش غادا مزيان، واش كاين شي مشكل. بعد ما هضرنا على لي ديبلوم والطريقه كيفاش ندفعوا، وكذلك لي بروفيل اللي كاينين في الوكاله البنكيه، دابا نهضروا على النهار ديال لونطونتيان، شنو هما الاسئله اللي كيتطرحوا، كيفاش نتعامل معاهم. اول حاجه قبل ما نمشيو لونطونتيان خصنا نوجدوا له مزيان، ماشي صافي نقولوا راه اونطونتيان تاع نهار بنهارهم بريباري ولا شي حاجه، لا خصنا واحد الحوايج اللي نكونوا عارفينهم قبل ما نمشيو لونطونتيان. الا ما عرفنا لهمش ما عندنا لاش نمشيو. اللي كيرتكبوه بزاف ديال الناس انهم كيمشيو ما عارفينش شنو البنكه، امتى تاسست، شحال فيها من اجونس، بزاف المعلومات عليها. ضروري قبل ما تمشيو لونطونتيان ديال اي بنكه تمشيو تدخلوا، يكفي انكم تدخلوا الموقع الالكتروني ديالهم وتشوفوا امتى تاسست، شنو لا بروسيدور ديالها، ليستوريك ديالها، اهم الحوايج اللي داروا، لي برودوي اللي عندهم. بالنسبه للباس، نهار ديال لونطونتيان ما غاديش نمشي بجين وما غنمشيش بتيشيرت ولا شي روب اللي معيقه، ضروري ما نمشي بكوستيم، ولا لما كانش عندي كوستيم نمشي بسروال ديال التوب وشوميز، ومشي بضروره ندير كرافطه الا ما بغيتش نديرها، ولكن يكون شويه كلاسيك. بالنسبه للبنات حتى هما نمشي بشي حاجه اللي هي كلاس، نقدر نلبس سروال وشوميز اولا شي روب، ولكن ما تكونش شي حاجه اللي اوفر ولا معيقه بزاف. ثاني حاجه نبريزونتي راسي، نعرف كيفاش نبريزونتي راسي، ماشي غنبقى نعرض السي في ديالي، ولكن نحاول ندير بريزونطاسيون اللي هي زوينه واللي خفيفه واللي تقبلوها، وما نقولش شي حاجه اللي غيشدوني منها ولا غيسولوني عليها بزاف ونقدر نضيع فيها الوقت. بالنسبه لي زونطروتيان كاينين بزاف، كاين اللي كيدير معاك اونطروتيان تليفونيك يعني باغ تليفون، ولكن اللي كيدير لك كتابي وعاد من بعد كيديروا الشفوي. بالنسبه للكتابي كيت لك مثلا كيعطيك واحد الموضوع عام على البنكه اولا على شي موضوع اللي في لاكتواليتي، اولا يقدروا يعطوكم كيو سي ام. كيو سي ام مثلا فيه العملات ديال الدول الاجنبيه خصنا نكونوا عارفينهم، اولا يعطوكم مثلا دي كالكول الا كنتو سورتو عندكم علاقه بلاكاس، يعطوكم دي كالكول شوفوا واش كتعرفوا تحسبوا ولا لا بلا كالكولاتريس. السؤال اللي مشهور وضروري ما يسولوه لكم هو فين كتشوف راسك من هنا 5 سنين. مثلا انا كيسي الا كان عندي لوسونس كوميرسيال نقدر نقول لهم انا بغيت نكون شيف داجونس ولا شيف دو غروب ولا بريزيدون كاع ديال لا بانك بوركوا با، يعني كيشوفوا انك عندك طموح وباغي ديفلوبي الكارير ديالك. حاجه مهمه ومهمه بزاف، ملي كتدفعوا لشي ريكروتمون لا بليبار ديال الابناك كيبغيو الناس اللي ساكنين في داك المدينه، يعني مثلا انا ساكنه في الرباط غندفع في بوست كاين في الرباط ماشي في كازا، لانهم كيقولوا انه من بعد غادي يطلب منا تحول وداك الشيء غيوقع لينا مشكل، يعني اغلبيه كيطلبوا انكم تكونوا في المدينه اللي غادي تخدموا فيها. بين الاسئله كذلك اللي يقدروا يسولوكم واش عندكم حساب في البنكه ديالهم، يقدروا يسولوكم على لي زاكتيفيتي ولا كيفاش غادي ديروا تجيبوا الناس، ولا يعطوكم مثلا شي برودوي يقول لك بيعوا ليا مثلا اما حساب ولا كارت بيعها ليا شنو هما لي زافونتاج، ويبقى يدير معكم بحال ميني اونتروتيان باش يشوفوا واش تقدروا تقنعوهم ولا لا. في واحد لونتروتيان كنت دوزتو شحال هادي كنت غنبوستي لي في لاكاس، وكان سولني انا خدامه في لاكاس عندي 10 ديال الناس قدامي، جا واحد الكليون في اي بي، واش غنسبق هذاك السيد الفي اي بي وينوضو داك الناس العشرة يغولتو، اولا ما نتسوقش بحال ما جاش السيد ونبقى مكمله لي زوبيراسيون. انا جاوبت على داك لا كيسيون داك الساعات وكانت لا بون ريبونس، واخا تعطلت شويه انا بغيتكم نتوما تجاوبوني الا كنتو في بلاصتي شنو كنتو غادي ديروا. هادو اغلبيه الاسئله اللي كيسولوا في البنكه وتا في لي زونتروتيان العاديين، ما فيها باس نمشي وندرب نشوف مثلا خويا اولا صديق ديالي ونمشي هو يقلب سوغ انترنيت على الاسئله اللي كيسولوا بزاف، وانا نحاول نجاوب ونكون تايق في راسي. الثقه في النفس هي اهم حاجه، الا مشيت وانا خايف كنقول لا ما غيقبلونيش راه كن متاكد ما غاديش يقبلوك، ولكن ثق في راسك قول ماشي مشكل انا غادي دايرها في يد الله، جات هي هذيك ما جاتش راه كاينه لا بروشين فوا، ودائما اسيين 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 تجيب الله. بالنسبه للسالير واش نيغوسيه ولا لا، بالنسبه للناس اللي جون ديبلومي يعني اللي عاد متخرجين ما عندهمش اكسبيريونس صعيبه باش انكم تنيغوسيو، وباين السالير كيكون سالير دو باز كيكون بين 3000 حتى 4500 بالنسبه للناس اللي عندهم باك بلس 2، كتكون اما كونطرا انابيك لا بلوبار كتكون كونطرا انابيك.
بالنسبة الباك بلوس 5 يقدروا يوصلوا معهم من 6000 حتى 8000 ويقدروا يديروا معهم سي دي اي ولا سي دي دي. اما الا كانت عندكم ليكسبيريونس وخصوصا في الدومين ديال لا بانك فتقدروا تنيغوسيو الصالير ديالكم يقدروا يوصلوا معكم حتى ل 10000 12000 على حسب لي زيكسبيريونس ديالكم ولا قنعتوهم. اون فوا كتقبلوا كيعطوا لكم باغ تيليفون وكات هذيك الساعات كيديوكم الفورماسيون. الفورماسيون فيها كل شيء كيفاش غادي تتعاملوا مع لي زابليكاسيون كيفاش تتعاملوا مع لي كليون وبزاف ديال الحوايج. ساليو كتمشيو للوكاله ديك الساعات كتلقاو عالم اخر لانه نتوما مطالبين بواحد لوبجيكتيف خصكم تغياليزيو في العام سواء فتح الحساب لي كارت البون كونسيرونس لي كريدي وكذلك كيفاش تتعاملوا مع الناس كل واحد والطريقه ديال التفكير ديالو كاين اللي قاري كاين اللي ما قاريش كاين اللي اجي كاين اللي صغير كاين اللي خدام كاين اللي ما خدامش يعني خصكم تعرفوا كيفاش تجيريو السيتياسيون ديالكم واهم حاجه انكم تعرفوا كيفاش تجيريو ستريس. هكا الفيديو ديالنا يكون سهل نتمنى تكونوا استفدتوا ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم بارطاجيو مع اصحابكم. السلام عليكم.